تحت رعاية جلالة الملك المفدى تفتتح صباح يوم غد الخميس بفندق ريتز كارتون أعمال المؤتمر العام للمنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة واهو، وذلك بمشاركة 41 دولة تنضوي تحت عضويتها. وكانت اللجان العاملة في البطولة قد أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لإنجاح الحدث، كما اكتمل أمس وصول الوفود المشاركة إلى البحرين، وتم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية للخروج بصورة تنظيمية مميزة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مطولة للجنة التنفيذية التي استقبلت توصيات مكتب تسجيل الجياد لاعتمادها وإقرارها في المؤتمر العام للمنظمة.